محمد، انت عملت فيلم ودخلت بيه في مسابقه افلام من الامارات في الدوره الثامنه، وعملت يعني الفيلم حاز على اعجاب الناس كتير. قبل ما اتكلم معاك بس نشوف لقطات منه، اتكلم مع بعض. Today's not gonna be like any other day. What do you mean? Harmful marks created instead. At my throat, a knife for bread. Don't cry, my dear. I'm already dead. على الفيلم ده احكي. الاعلان معقد شويه، بس هو عن حياه طلبه الجامعه في الشرق الاوسط، وجمعت ما بين طلبه متعددين الجنسيات. ومن اهم الاشياء اللي بتناقشها الفيلم موضوع ان في عرب بيحبوا يتكلموا بالانجليزي مع طلاب اللي معاهم زمايلهم وكده، وبعدين يروحوا البيت يتكلموا بالعربي مع امهم وابوهم، او ساعات بيكون العربي ضعيف وما بيتكلموش عربي خالص يعني مع امهم وابوهم. فده كان في خلفيه الفيلم الموضوع ده، ان ممكن بنت تكون بتتكلم مع والديها بالعربي وبعدين تتكلم بالانجليزي مع زمايل العرب في الجامعه. طب عاده يعني لما مثلا بيبقى لنقل ان معظم المناهج الدراسيه باللغه الانجليزيه، فبتلاقي انه سهل على الطالب والطالبه انهم يتكلموا يعني مع بعض بنفس لغه الدراسه. انما هو الغريب شويه انه لما بيروحوا البيت ما بيفصلوش، ما بيقلبوش، بيبقى هو الحياه من الصبح لغايه ما يناموا بيتكلموا باللغه اللي بقت ميسره بالنسبه لهم. انت زمايلك بيعملوا كده؟ بعضهم يعني هو الاساس هيبقى في البيت على الام والاب، هل هم مصرين انهم يعلموا ابنهم العربي او بنتهم العربي. انا امي وابوي مدرسين عربي، فكان عندي الميزه ان انا درست في نظام بريطاني ودلوقتي في جامعه امريكيه، بس في نفس الوقت امي وابويا 4 ساعات في اليوم يمكن كانوا بيديني دروس عربي عشان ياكدوا ان العربي ما يسيبنيش يعني. كنت بتتضايق لما يمسكوك كده يقعدوا يدرسوك في العربي؟ انا صغير ما كنتش حاسس باهميتها، بس الحمد لله اهو يعني اتقنت اللغتين ومستمر. انا اقول لك حاجه، يعني انا بحيي والدك ووالدتك، لان انا كمان ابويا عمل فيا كده واحنا صغيرين، كان يقعد يعلمنا حتى الخط العربي وازاي مخارج الحروف وازاي نقرا القران بقراءات مختلفه. الحاجات دي اثرت في حياتي العمليه بعد كده بعديها بسنين، وما حسيتش باهميتها فعلا الا لما كبرت، لان كل الحاجات اللي اتعلمتها دي بستخدمها دلوقتي حتى في مجال عملي. انت درست الانجليزي من اهله زي ما بيقولوا، واللغه الحوار بين في النهار مثلا 8 ساعات 9 ساعات هي اللغه الانجليزيه بلا شك، والاهلك علموك العربي، ازاي عملت التوازن بين الاثنين؟ هل لما تروح تقعد مع اصحابك بتتكلم باللغه اللي علمها لك اهلك ولا لغه طول النهار؟ عشان انا عايش كمان في الامارات ففي تعدد ثقافات، فبتكلم بالعربي ساعات وساعات بالانجليزي وساعات بلهجات مختلفة، يعني مش بوقف على لهجة واحدة، يعني حسب اللي اسهل للي قدامي. يعني ممكن اللي قدامي يكون عربي بس بيفهمش اللهجة المصرية قوي، بيفهم الخليجية اكتر، فانا عشان كمان عايش بره فقدرت اتقنها واقدر اتواصل معه، وفي نفس الوقت ما انساش اصلي يعني او ما انساش لغتي الاصلية برضه تكون موجودة في حالة احتجتها في حاجة. يعني هقول لك انا ايه اللي عجبني في الحوار معاك، ان احنا يعني حتى اكبر واحد فينا لما بنيجي نتكلم طول الوقت تلاقي كلمه انجليزي كده فلتت في الوسط غصب عننا كده، يعني من غير ما نفكر، لانه حاجات دارجه بتستخدمها طول النهار على طول، على الايميل انت بتستخدمها على طول، لما بتكتب تقارير بتستخدمها، فبتلاقي غصب عنك في مفرده كده بتفرض نفسها عليك وتقوم داخله في الحوار. انت ما دخلتش ولا مفرده انجليزي، ازاي قادر تتحكم في نفسك؟ مسألة تعود، يعني عرفت افصل بين الاثنين لاني تعودت على كده، تعودت ان انا
اقعد معظم يومي مع اجانب ما بفهمش ولا عربي، فاتكلم معاهم انجليزي بس. وتعودت ان في وقت اخر مع عيلتي او مع قرايب او اي حد اتكلم بالعربي بس، فما بيجيش دمج بين الاثنين الا ساعات في الجامعه. ولما بيجي لما بحتاج ان انا استخدم العربي والانجليزي مع بعض عشان اللي قدامي يمكن ضعيف في العربي، ما عنديش حل غير كده، وهي مشكله. بس ابويا ده ممكن يعني بيقول الجمله دي معروفه يعني عند العرب، ان احنا محظوظين ان العربي دلوقتي عندنا لسه القران زي ما هو، ما حدش لمسه وما حدش غير فيه، ودي حاجه مشهوره يعني ان احنا نقدر نرجع لذلك. التشكيل، النحو، كله موجود باصله، ما فيش اي فرق يعني. فالحمد لله ان نحن نزلنا الذكر وان لولا حافظين. الله خلقنا. انا عايز اسال بس، انت شاب صغير، منصور برضو في سن صغير، ايه اللي خلاك ترسم الظاهره زي دي وتحاول تتكلم عنها؟ اشمعنى دي؟ لان انا عايشها، انا طالب جامعه يعني، من تجربتي الشخصيه طالب جامعه، وبشوف ده بيحصل حواليا دايما. ف بالذات لما تكون تجربه شخصيه بحس ان لازم يعني وظيفتي يعني انسان بيحكي قصه في فيلم كحاكي قصص، ان انا لازم اظهر الظاهره دي يعني. بس رد الفعل كان ايه؟ انا طبعا شفت رد الفعل من المشاهدين، ومن الناحيه التقنيه ومن الناحيه الفنيه الحمد لله رب العالمين، يعني كان حقيقه حاجه كويس. انما بقى الجمهور العادي، الشباب اصحابك بيقول لك ايه؟ رد الفعل كان ايجابي، بس كان يعني كان في سوء تفاهم، لان الفيلم بالانجليزي بس في لقطات عربي، بس ده معمول عن قصد عشان عايز اوري ناحيتين، يعني عايز اوري ان في عرب بيتكلموا انجليزي، بس كمان اوري زي ما انا حكيت قبل كده ان العربيه بتروح البيت وتكلم امها بالعربي وترجع تاني تتكلم بالانجليزي في الجامعه. فبس كان ايجابي يعني، الحمد لله عجبهم الفيلم، والحمد لله كل حاجه مشيت زي ما خططت. الحمد لله رب العالمين.